بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الشافي. بسم الله المعافي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى وهو على كل شيء قدير. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في أحد من كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا ومبلغ علمنا وأن تجعله زادا لنا في الدنيا وفي الآخرة يا كريم. اللهم إني أسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا ودعاء مستجابا وبدنا على البلاء صابرا. اللهم يا ذا البطش الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود إنك رحيم ودود. اللهم هذا دعائي وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكليف. أيها الإخوة المؤمنون سئل المصطفى صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل قراءة للقرآن يا رسول الله؟ فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام ونحن في رحاب هذا اللقاء الطيب المبارك تكريما لهذه الروح الطيبة الطاهرة التي فاضت إلى ربها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبها في عليين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وفخر قراء العالم الإسلامي وابن من أبناء المدرسة القرآنية المتميزة التي أتقنت القرآن الكريم حفظا وترتيلا وتجويدا وقراءة وتتمتع بالأخلاق الحسنة أخلاق أهل القرآن الكريم. فضيلة القارئ الإذاعي الشيخ أنور الشحات محمد أنور فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا
Oh.
إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا وكل أتوه داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله إنه خبير بما تفعلون. ويوم وكل أتاه داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب.
صنع الله صنع الله صنع الله الذي أتقن كل شيء وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر السحاب صنع الله صنع الله الذي أتقن كل شيء من جاء بالحسنة فله خير منها من وهم من فزع يومئذ آمنون
Yeah.
وأن أتلو القرآن لله
وقل الحمد لله وما ربك بغافل عما تعملون وأمرت أن أكون من المسلمين فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه فمن اهتدى ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك
بسم الله الرحمن الرحيم طسم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين منهم يذبح أبناءهم يذبح أبناءهم ويستحيي إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون
فإذا كفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي فإذا كفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين فإذا كفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني
فإذا كفت علي فألقي في اليم مشيناها خطى كتبت علينا ومن كتبت عليه خطى مشاها ومن كانت منيته بأرض فليس يموت بأرض سواها. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام تلاوة قرآنية مباركة سعدنا بها واستمتعنا بها تلاها علينا قارئ إذاعات جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بمدينة القاهرة فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور. أذيعت ونقلت على مسامح حضراتكم بمصاحبة شركة مكبرات صوت الكبرى والإنارة الحديثة بأضخم محطات ديزل كهربائية وكبرى مخازن الفراشة الكبرى أولاد الحج شحتة أحمد العوضي أو ليلى مركز ميد غمر إدارة المهندس سامح العوضي.